من أكبر المشاكل اللي واجهتني شخصياً في حياتي بالكامل اللي هي الدوار أثناء السفر، اللي هو دوار السيارة. مشكلة عويصة عانيت منها سنوات كثيرة جداً، وكان مجرد الاقتراب حتى من السيارة واللي هو نستنشق رائحة السيارة مباشرة بيبدأ هذاك الغثيان والترجيع، وبيبدأ اللي هي هذيك الحالة الهستيرية اللي لا يمكنك أنت تتخيلها. وليس فقط حتى في السيارة، حتى لما أصل إلى المكان اللي أصل إليه أبقى يومين ثلاثة وأنا مريض. المهم عموما المشكلة هذه عادة لها علاقة مباشرة ب اللي هي طبلة الأذن، بتكون رقيقة للغاية فبتأثر اللي هي الأذن، هي معروف أن هي فيها اللي هي مركز توازن جسم الإنسان. فلما بيجلس الإنسان في السيارة فالعقل بيدرك أنه هو جالس، والأذن بتعطي مؤشر أن هناك حركة، يعني السيارة بتتحرك، فبالتالي بيحدث هناك اختلال في اللي هي الاختلال في التوازن، أو في اللي هي إدراك أنك أنت جالس تتحرك في نفس الوقت. بالإضافة إلى أن الدم لما بيكون ناقص، يعني يوجد هناك نوع من الأنيميا أو سوء تغذية أو فقر دم، فبيأتي أيضا الشيء هذا. عادة بعد سن 21 أو 18 أو 19 بتختفي الحالة هذه من تلقاء نفسها، ولكن في كثير جدا من الحالات بتستمر هذه الحالة، يعني ما بتستمر بدون أي يعني تفسير. الحل اللي هو كالتالي: تقطير اللي هو في الأذن اللي هو زيت الزيتون المرقد فيه اللافندر أو ما يعرف بالخزامة، ترقد فيه اللي هو لتر، بتضع فيه اللي هو هكذا مقدار كف من الماء أو من اللافندر من العشبة هذه، بتضعها أسفل طبعا في مكان مظلم، يعني بيكون أسفل الثلاجة أو أسفل اللي هو الدولاب أو وين يعني بتضع أنت الأواني الخاصة بك. زائد أنك أنت يجب أنك أنت تتأكد اللي هو بتاخذ هو مشروب الكركديه مرة واحدة يوميا، بالإضافة إلى أن أكل الموز بينهي هذه المشكلة نهائيا قبل السفر، بالإضافة إلى أن شرب مشروب اللي هو الزنجبيل بيقضي نهائيا على مسألة اللي هي الغثيان او اللاعيه اللي بتصير او هذيك الدوار. زائد انه ايضا اللي هو اكل الخيار قبل او اثناء السفر، او انك انت تضع اللي هو قنينه من المياه بتضع فيها قطع صغيره من الخيار، زائد اللي هو بتضع فيها ايضا قشور من قشور اما البرتقال او الليمون الاخضر، بتغسلها جيدا جيدا جيدا، بعد ذلك بتضع الاثنين في قنينه من المياه وبتصير بتشرب منها أثناء السفر، بتقضي على الأمر هذا بشكل نهائي. هذا هو الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.